سلام بنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد التتبيله اللي كتجي رائعه رائعه رائعه. المشاوي يعني اللحم او لا الدجاج او لا اي حاجه كتشوى البنات، يعني بطاطا اي حاجه كتشويوها كتجي فيها رائعه، والريحه ديالها البنات ما نقولش لكم، واحد الريحه طالعه من هاد العطريه هذه توب، يعني شي حاجه اللي زوينه. كيف ما كتشوفوا معايا هنا البنات، هنا كيف ما كتشوفوا معايا هنا طحنت ثلاثه الحوايج كيف ما شفتوا معايا، يعني الماكينه ما يمكنش ندير غير حاجه وحده باش ما تخسرش شي ماكينه. خديت هذا الورق هذا، يعني ورق الرند كيف ما شفتوا، هنا راه عندي خضر هانتوما، يعني من الافضل الا عندكم يابس، ما عندكمش راه في الماكينه تيطحن هانتوما كيف ما شفتوا معايا. ورق الرند، وخديت لابيديانا وحبه الهيل كيف ما شفتوا معايا. عندي هنا واحد المعلقه اللي كبيره، عندي هنا قزبر حبوب اللي طحنته حتى هو واحد المعلقه اللي كبيره اللي عامره، معلقه ديال الملح، طبعا الملح من بعد راه كتزيدوا على حسب داكشي اللي عندكم، واحد المعلقه اللي عامره. عندي هنا معلقه ديال القرفه كيف ما شفتوا معايا، عندي هنا معلقه ديال القرفه ممسوحه يعني ماشي عامره بزاف، وهنا عندي معلقه ديال السكينجبير، ومعلقه ديال الكركم، ومعلقه ديال الفلفل الاحمر او التحميره، هادو عبار واحد يعني معلقه بهادي كيف ما شفتوا معايا. عندي الثومه، يعني هنا عندي قشور الثومه، ولكن الا عندكم الثومه غادي ديروها، تيبقى على حسب داكشي اللي عندكم. يعني هنا الثومه، عندي الابزار هنا كيف ما شفتوا غير هاد المعلقه الصغيره هذه، وعندي القرنفل البنات كيف ما شفتوا معايا كنت سالي سميتو، عندي القرنفل عنده بزاف ديال السميات البنات هذا، وعندي هنا الشونيه كيف ما شفتوا معايا او الفلفله الحاره غير هكا الرويس ديال المعلقه الصغيره كيف ما شفتوا معايا. كي قلت لكم حبه الهيل، وهنا حبه الهيل، وعندي لابيديانا، وعندي واحد جوج الوريقات، يعني هي جوج وريقات ديال الرند كيف ما شفتوا معايا. صافي تنشد كلشي تنخلطو مع بعضياته. الريحه البنات طالعه واعره، طالعه شي حاجه اللي زوينه الريحه ديال هادو عاد طحنتو ديال هاد ورق الرند والهيل ولا بيديانا، عرفتي ريحتهم فنه، ريحتها زوينه ملي طحنتها بقات هي الريحه ديالها واعره في الدار كيف ما شفتوا معايا. يعني القرفه، سكينجبير، الكركم، الملحه، عندي هنا كيف ما شفتوا معايا القزبر حبوب حتى هو راه طحنته واحد المعلقه كبيره عامره، عندي الابزار، عندي الثومه، هنا درت انا غير قشور الثومه، يعني هي دوك تيبقاو عندي حمرتهم ودرتهم، راه كنسبق لي وحطيت لكم الطريقه ان شاء الله غتلقاو الرابط ديال في صندوق الوصف. كيجيو زوينين، يعني هذوك القشور كنستغلهم ما كنرميهمش، كنجمعهم ومن بعد كندير بهم هذه الطريقه هذه اللي كتجي رائعه البنات، كتجي زوينه كيف ما شفتوا معايا. هنا الحار تيبقى على حسب الذوق، اللي ما تيبغيش ما يديروش، داكشي علاش انا قللته درت غير واحد الراس ديال معلقه صغيره، والقرنفل كيف ما شفتوا معايا واحد معلقه صغيره اللي ممسوحه. صافي هنا غادي نخلطوا كلشي مع بعضياته كيف ما غادي تشوفوا معايا، ومن الاحسن ديروا شي حاجه في يديكم بحال هكا كي درت انايا. صافي تخلط كلشي مع بعضياته، ولا عاودوا ردوه للماكينه وعاودوا خلطوه فيها، يعني طحنوه بحال هكا هانتوما. يعني واحد هذه الخلطه هذه البنات زوينه للمشاوي، وفي هذا العيد هذا تجربوها علاش لا، راه كتجي زوينه البنات وغادي تنفعكم، يعني وجدوها ما بقى والو للعيد. عواشكم مبروك البنات، الله يدخلوا عليكم الصحه والسلامه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله كيف ما شفتوا. صافي هذوك الحبيبات كيف ما شفتوا بحال هكا، جربوها البنات جربوها راه كتجي زوينه. طبعا الملحه على حسب ديك الساعه ملي كتكونوا تشوي وراه كتشوفوا ديك الساعه كتزيدوا الملحه، وطبعا ملي كتكونوا دايرين اللحم راه كتكونوا مملحين. انتوما طالعه منها واحد الريحه روعه البنات، واحد الريحه اللي زوينه كيف ما شفتوا معايا. صافي وتتجمعوها في شي قريعه ولا شي حاجه كتكتبوا عليها
عطريه ديال الشواء او توابل ديال الشواء باش تبقاو عاقلين عليها كيف ما كتشوفوا، وديروها فشي حاجه اللي كتروم، يعني شي قرعه ديال الزاج ولا شي حاجه اللي كتروم. كيف ما كتشوفوا معايا البنات، هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالها، ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. كيف ما شفتوا انا راه عمرتها في واحد القريعات اللي كانوا عندي ديال المربى، يعني قريعات اللي صغار ما كبارش. كيف ما كتشوفوا معايا الريحه طالعه منها البنات، زوينه زوينه، ان شاء الله تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله الا جربتوها ما تنساوش خليو لي التعليق ديالكم، قولوا لي كيف جاتكم. وهنا كيف ما هانتوما غادي نفتح لكم واحد